مرحبا بكم في راديو 36، ومعنا هذا الاسبوع واحد السيد نايض عليه هذه الايام وشي معاه وشي ضده، يوسف الزروالي. مرحبا بك. شكرا لك، وتحيه لخوتي المغاربه كاملين وديما الرايه المغربيه. خلينا من التخبيه السي الزروالي، ما عندناش الوقت بزاف، وتانتا كيتسناوك، خاصك ترجع للحراسه. قول لنا اش طرا. ايوا سيدي، كنت كناخذ المساهمات وكنتقدى الناس، تجاو البوليس تقداوني هاد السيمانه وتانا مازال مصدوم. ولكن كيفاش حتى تتهموك بخيانة الأمانة والنصب وشكاية الناس زعما غير ما قال لهم راسهم؟ إيوا راه كاين واحد الناس حاسديني. علاش حاسدينك مثلا؟ حاسديني على الحسنات اللي كندير، حيت هما مساكن عندهم غير الذنوب. ولكن راه كيقولوا بأنك كتنصب اسم جمعية كبيرة وناضوا جمعيات وجهات كبيرة ضدك السي يوسف. هادوك غير جمعيات بغاو الدعم، داروني أنا سارق الدعم، هادشي اللي كاين. ودابا أنت كتقول كاع هاد التهم اللي منسوبة لك باطلة؟ لا، أنا راه ممكن نخطأ، حيت الحمد لله المحسنين موجودين والفلوس كاينة بزاف. داكشي لاش غادي نكون غلطت في الحساب وشاطلي شي حاجة وخديتها بلا ما نعرف. كتفلى علينا السي الزروالي، هضر معنا نيشان وقول لنا واش شاك في شي واحد مثلا. أنا شاك في حمزة مومبيبي ولا مول كاسكيطة، حيت هاد جوج كيحاربوني من نهار بديت. إذا ندوزوا الاتصال، ومعنا على المباشر مول كاسكيطة نشوفوا رأيه في الموضوع. ألو زريوي، كنتي كتحاربني وكتقول نصاب انت وليدي اللي تعجبيت بلا نعال الشيطان اخاي، انا راني مظلوم، قول شنو بغيتي ولا قطع. بغيت نقول ليك غير الحبس راه صعيب، عندك حساب ليك غتجي تبدا تعرض في كتافك ولا دير اللايف هنا. هادشي عارفو، عندي ثقه في القضاء. ما تبقاش تقول عندي ثقه في القضاء، راه حتى هما عندهم ثقه في القضيه، وسولني انا اللي ديما كنتشد، اما انت راك غير كتشد. خاي مول كاسكيطة، احترمني ولا غادي ندير ضدك شكاية. انت ديما اللي عاقبيك كدير ضدو شكاية، السهم اللي ناضو ليك دارو ليك الريمونتادا. دابا انت معيط باش تستفزني ولا شنو؟ لا، بغيت غير نقول ليك اوليدي يا زريويل، ديما كترطق والنهار خرجوا الناس دخلتي انت. يالله بسلامة. شكرا مول كاسكيطة على مداخلتك من داخل السجن. السي الزروالي، شنو تبغي تقول المغاربة بمناسبة هاد الأزمة اللي انت فيها؟ كان بغي نقول لخوتي المغاربة غير ما تنسونيش، كما عاونتكم بالعيد والقفة، إلا تحكمت انتوما ما تنسونيش في القفة ديال الحبس.